بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سلام البنات، كراكم دايرين؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم حبيبتي راح أشارك معكم طبق اللي هو كويرات الدجاج بالجبن. يلا البنات، المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير البنات، انا عندي هنايا صدر تاع الدجاج، هنايا عندي هنايا صدر الدجاج البنات، كنت رحيته مع حبه بصل صغيره وقزبر والثوم، وزدت معاهم ثاني البنات حبه بطاطا كنت قطعتها مكعبات وغليتها في الماء والملح ومرستها وضفتها للدجاج. هذه بالنسبه لعجينه الدجاج. اما بالنسبه للمرق البنات، انا عندي هنايا هذا العظم اللي تبقى لي، نحينا منه باش نحينا من صدر الدجاج، هذا هو اللي راح نستعملوه في المرق البنات. يعني اذا كان عندك صدر دجاج تعملي منه طبق ولا اروع البنات. هذا عندي هنايا العظام، وعندي هنايا البنات عندي هنايا حبه صغيره نتاع بصل وكنت رحيتها مع الثوم والقزبر. بالنسبه للتوابل البنات، عندي هنايا الكركم، وعندي راس الحانوت والملح، وعندي هنايا البنات مغرف سمن. هنايا البنات نبدأ على بركة الله. البنات عندي هنايا كاسرول حطيتها فوق النار، نضيفوا لها مغرف تاع السمن البنات، نضيفوا لها مغرف تاع السمن. السمن يعطينا ذوق رائع، نذوبوا حنايا المغرف تاع السمن البنات، خلوها تذوب. بعد ما ذاب عندي هنايا السمن البنات، بعد ما ذابت عندي ذاك المغرف تاع السمن، نضيفوا لها هذيك البصله والقصفر والأزمات، نضيفوا لها البنات. نغلي كل شيء مع بعضه، ونضيفو لها هذاك الصدر تاع الدجاج اللي نحينا من العظم هذا باش غيبان يبان لينا المرقه البنات. ونضيفوا له التوابل ونخلو كل شيء يتقلى البنات. البنات انا عندي هي مغرف تاع فرينه او دقيق ابيض البنات، نضيفها هنايا، انا كنت نسيتها في المقادير، نضيفها البنات باش تتاكد لينا المرقه تاعنا البنات. نضيفها في البدايه باش ما تكونش، انا نضيفها في البدايه، واللي بغات تضيفها في الاخر نضيفها، لكن في البدايه احسن تتغلى مع هذوك التوابل وتعطينا ذوق مليح للمرق تاعنا. من بعد البنات نمرق المرقه تاعي ونخليها طيب البنات، ونرجعوا ان شاء الله للدجاج تاعنا كيفاش نحشوه ان شاء الله بالفرماج. نخليها طيب، ندير لها الماء ونخليها طيب ونرجع لكم ان شاء الله. البنات رجعنا للعجينه تاعنا او لعقدة الدجاج تاعنا البنات. واش نضيفوا لهذا الدجاج البنات؟ انا عندي هنايا بالنسبه للتوابل اللي نضيفهم لهذا العقده، عندي هنايا الملح والكركم وراس الحانوت، عندي هنايا باش نحشوها عندي هنايا فرماج قطعته مكعبات صغيرة، وعندي هنايا لاموتاغد، وعندي هنايا مغرف صغيرة تاع هيسة، عندي هنايا حبة بيض، وعندي هنايا لاشابلو. نبداو على بركة الله البنات. نجيب الدجاج نتاعي البنات، العقدة تاع الدجاج نحطها هنايا البنات، ونضيفو لها البنات التوابل، نضيفو لها التوابل البنات، متكثرش الملح لأن الفرماج شوية مالح، ونضيف لها الهريسة لا موتارد الا كان عندك، ولا ما كانش عندك تقدر تستغنوا عليها. عندي هنايا لا موتارد، وعندي هنا الهريسه نضيفها، اللي كان عندك الفلفل الاسود او الابزار ضيفي، ونخلط جميع المكونات مع بعضهم بهذه الطريقه البنات. ندخل كامل دوك التوابل في ذاك الحشو في ذاك العجينه تاع الدجاج بهذه الطريقه البنات. صراحة البنات طبق يحمر الوجه، تقدر تحضروه في شهر رمضان المبارك،
يعني تقدري تحضري حتى لو بيوفك. صراحة طبق رائع راقي من مكونات جد بسيطة البنات. نخلط كاع التوابل هنايا ونضيف الحبة تاع البيض، نضيفها هنا. عندي هنايا حبة تاع البيض البنات، من بعد البنات نشفوا العجينة تاعنا قليلا بلا شابلو، نجيب الخبز اليابس أو بلا شابلو. عندي ليا كمية من الخبز اليابس ترحي طبعا، نضيفه هنايا مغرف ونضيفه ونشوف، لكن عينك مزيانك يعني متنشف عندنا العجينة وصاي صافي ماشي منشفوهاش بزاف العجينة، حتى هو يعطينا طعم رائع وتجينا الحشوة تاعنا طرية زعما متجيش ناشفة في الماء كي نقلوها البنات. نستعمل يدي احسن البنات باش نقدر نعرف. نزيد شوية البنات، هاي الحشوة تاعنا الخليط تاعنا جاهز باش نقدروا نكوروا منه كويرات البنات بهذه الطريقة. شوفوا هاي تكور معاكم، ندير شوية زيت في يدي البنات نضيف شوية زيت قليل فقط باش الحشوة تاعي ما تلصقليش في يدي بهذه البنات. بهذه البنات من بعد البنات نحطوها بشي نبداو نحشو الدجاج تاعنا البنات. نحكم قليل من العجينة البنات، منكبروهاش البنات. شوفوا البنات صدر تاع الدجاج واش عطانا، والله يعطيك كمية لبس بها بهالطريقة البنات. ان شاء الله تكون الصورة واضحة بهالطريقة البنات. نديرو داخلها الفرماج البنات ونكورو العجينة تاعنا بهاد الطريقة البنات. نزيد معاكم وحدة أخرى، نحكمو العجينة تاعنا ونجيبو الجبن تاعنا البنات نضيفوه داخل نحشو بيه داك الدجاج بهذه الطريقة البنات. بهذه الطريقة البنات ما تكبروش الكويرات تاعكم، ديروهم صغار بهذه الطريقة البنات. نجيب الجبن ديروه هنا البنات، الجبن اللي عندكم استعملوه البنات. انا هنايا عندي جبن شيدر، صراحة انا نجي نبغي هذا الجبن ديما نجيب منه يعني بالكمية. بهذه الطريقة البنات نكور كامل الحشوة تاعي نرجع لكم.
البنات بعد ما كورت كامل الكوارث تاعي، الحشوه تاعي حشيتها بالجبن وكورتهم كامل، ها هما نحطهم هنايا بجيه ونبداو نحمروهم. البنات بالنسبه للتحمير البنات، انا عندي هنايا مغرف تاع سمن، راني ندوب فيها فوق النار، ندوبوها فوق النار البنات ونحمروا فيها، نحمروا بها الكويرات الدجاج نتاعنا البنات. الا كان عندك زبده ديري زبده، انا استعملت السمن حتى هو مليح. نحمروا به الكويرات نتاعنا البنات. بعد ما سخن عندي هنا السمن البنات، نبدا نحطه في الكويرات نتاعنا، نحط كامل الكويرات نتاعي، نحطهم في ذاك السمن ونخلوهم يتحمروا البنات حتى السمن البنات يعطي بنه رائعه للماكله تاعنا البنات. يعني الكويرات تاعكم احسن تحمروهم في السمن. خلوهم يتحمروا البنات يمكن تلجيتين، نبداو نقلبو بهم. الطريقة البنات كما راكم تشوفوا، خلوهم يتحمروا البنات. البنات بعد ما تحمروا عندي كما راكم تشوفوا البنات، هما تحمروا عندي كما راكم تشوفوا. الان البنات نقلعهم، نقلعهم البنات. هذه الطريقة البنات نقلعهم ونزيد نحمر كامل الكمية اللي عندي ونرجع لكم إن شاء الله. البنات ها هي المرقة تاعتنا عقدت. واش نديرو البنات، أنا بعد ما مقليت كامل الكوارات نتاعي بهذا الشكل البنات كما راكم تشوفوا، كامل قليتهم نحطوهم هنا البنات، نخلوهم يتشربوا قليلا من داك المرق. نحطهم كامل هنا، نرجعوا ان شاء الله وتشوفوا الطبق تاعنا على طاولة التقديم ان شاء الله. البنات ها هو الطبق حاضر معنا البنات، ها هو الطبق بولي الدجاج او كويرات الدجاج بالجبن، ها هو الطبق البنات. ان شاء الله قدمته انا يوم احري مع الحساء، هذا الحساء خاص بولاية اضرع. المهم ان شاء الله البنات تجربوا هذا الطبق وتفرحوا به العائله تاعكم، واكيد البنات الى جربتوه وعجبكم ما تنسونيش بالاشتراك والجيم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.